السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أبرو إياد، اليوم جايب لكم فيديو جديد، فيديو سنطوري. أعتذر على القطعة، كنت مسافر ومغطي إفنت رحب بالشتاء اللي كان في الرياض، وتشرفت الشباب اللي قابلتها. صوتي مطير شوي لأن مزكم، جاني إنفلونزا وأنا راجع، لكن أمور طيبة إن شاء الله. اليوم بإذن الله راح نفتح صناديق أسطورية، عندي متأخرات، عندي باكج سلاح البيكي سي راح أطوره في الماكس. اليوم نزلت عجلة حظ أسطورية وراح نضرب بالتقيل، شحننا اليوم 58,000 شدة. بس قبل لا نروح، ربي يسعدكم، عندنا فائز اللي فاز معنا بالمقطع الأخير اللي هو عبد الرحمن الشمري، يستاهل ألف مبروك $100 مع البونص. وينك $100 مع البونص، تستاهل ألف مبروك يا عيوني. وبإذن الله اليوم في كلمة سر راح نستخدمها إن شاء الله، والفائز اللي خمن، طبعا المقطع الأول كان 22 مرة قلتها، اللي خمن هذا الفيديو الكلمة السرية راح يفوز معنا. سلم الجائزة وراجع لكم إن شاء الله. ألف مبروك لأبو داحم، يستاهل، مبروك $100. هذه 99.99 وبإذن الله عندنا فائز اليوم. خلونا الموعد نضرب بالتقيل إن شاء الله، ونشوف الأشياء الأسطورية اللي راح نطلعها اليوم. بس قبلنا نبدأ، ربي يسعدكم تابعين أبياد، أدري أنا مقصر معكم يشهد الله في المقاطع، لكن وعد مني من الأيام الجاية إني راح أرتب أموري بالنسبة للبثوث، راح أكمل البثوث إن شاء الله. اللي أبغاه منكم فديتكم، ربي يسعدكم، حسابي بتويتر، المطلوب التارجت إني أوثق الحساب يكون عندي أقل شيء 100,000، عندنا الآن 32,000. ما أعرف أحد، ما بعد الله إلا أنتم، ما أعرف إلا أنتم تابعين أبياد، أنتم أساطير. وصلنا 1,350,000 على اليوتيوب، وصلنا 500,000 بالفيسبوك، وصلنا انستغرام 115,000، تويتر والله ايزي بيزي لمن سكويزي. باذن الله هدفنا الان نوصل تويتر 100,000، نوثق حساب ابو ياد، بعدها نشوف لنا حساب ثاني ونوثق ان شاء الله. ال 100,000 ضروري نوصلها، حسابي بتويتر هذا وطالع لكم امامكم الان وبالوصف كل مكان، خلونا نجلد بالتقيل فيه. وباذن الله باذن الله باذن الله راح يكون في جوائز اسطوريه على كل مثلا 10,000 فلورز راح نسوي سحب، بعدها 10,000 فلورز راح نسوي سحب، مستمرين بالسحوبات لين ما نوصل 100,000. واذا وصلنا على التوثيق وعد مني راح يكون في سحب على ايفون زائد ايباد اعلى فئة برو ماكس. ما عندي شيء اسمه ايفون 12 عادي 13 عادي، لا، برو ماكس اخر شيء في السوق واقوى شيء بالسوق. هذا وعد من اخوكم ابياد، تابعوني بتويتر وان شاء الله تفوزون معي. طبعا على كل 10,000 راح يكون في $100 سحب باذن الله، بسيط جدا، بس تابعني بتويتر وباذن الله راح نوصل 100,000 وراح نوصل الاشياء الاسطوريه اللي ما تصعب عليكم انتم تابعين ابياد. هذا هو صندوق الحظ، واو، في صندوق هنا في ملابس وسكنات، وفي البي كي سي. وين العجلة اللي نزلت؟ اوه هذه العجلة يا اخوان، نشوف العرض الدعائي، لها عرض دعائي ولا ما فيش؟ هل في ميثك؟ يب، في واحد ميثك، اثنين ميثك، خلينا نشوف المتجر. ممتاز، عندي اثنين ميثك فيها يا اخوان، اثنين ميثك جدا مهمة يا اخوان. كم وصلت ميثك؟ والله العلي العظيم ناسي كم وصلت. 58,000 شدة، تتوقع أن تطلع لنا عجلة الحظ زائد البي كي سي اللي كنت مسافر وما فتحته؟ هذا هو، في عرض دعائي وبلا خلينا نشوف. واو، لك عوض. بس خلاص. طيب الحين كيف الطريقة؟ أضرب بالتقيل، هنا ما في سكنات ميثيك للأمانة، هناك عندنا اثنين ميثيكات، وأنا اللي يهمني دائما وأبدا الميثيكات والأسلحة في الماكس، فعندنا عجلتين الآن، ضروري جدا نضرب بالتقيل فيها. خلنا نبدأ بعجلة البي كي سي الآن ونشوف حظنا فيها. الصوت يجنن، الصوت يجنن، الله، موافق. عندنا اللبسة الأسطورية هذه والله حلوة، وعندنا اللبسة هذه لبسة شتاء طبعا، راح نطلعها بإذن الله. عندي صناديق باليسار برضو، هنا في شيء لكي مهم تحت على اليسار، اها، الابجريد زائد شراء من داخل المتجر اذا ما طلع لي شيء من العجلة. طيب نحط سكيب يا اخوان، سامحوني اذا مزكم. اوه كلمة السر، كلمة السر هذا اليوم رحب بالشتاء لعيون ببجي موبايل مينا، يلا وببجي موبايل، يلا راح نبدا الان، رحب بالشتاء، ليتس جو. اول عجلة يا رب بكثي، يلا اجين رحب بالشتاء، هذه الثانية، او ماي جاد، اجين دخين الله، بس طلع البي كي سي وانا بطور. ون مور، ياهو الشباب طلع لها من لفة واحدة، انا ليه؟ انا واي، لماذا انا دون سكيب؟ ما اقوله يا ناس، الصوت يجنن والله، يجنن الصوت. تا تا تا. طيب طلع لي السلاح وجع.
شباب لايك وسبسكرايب ربي يسعدكم، تابع حسابي بالتويتر ونقول رحب بالشتاء. هذه الثالثة أتوقع والرابعة أرونو. يلا سكب الآن يا أخي. أنا صار عندي 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 بروبلم مو طبيعي. الأشياء اللي أبغاها ما تطلع لي زي زمان. ماتيريال طيب طلع لي السلاح. قطع رأس أوكي طيب أوكي ما اختلفنا، بس أبغى أطلع السلاح عشان أسوي له أبجريد. هل معقولة أشتري من هنا؟ أوه ماي جاد بـ500؟ لا مستحيل. 500 بوينت هذا أستفيد منه أشتري ماتيريال يا أخي. رحب بالشتاء زيط. حظي يا اخوان. دقيقة 10,000 شيء يسي ما طلع شيء. خلنا نفتح الأجل. مو هذه لا هذه. خلني أفتح من هنا الحين يطلع لي ميثيك. موافق ونمور. وقف بياد. والله العظيم عجلات معاناة عظيمة صراحة. يعني أضرب هنا وهنا. 58,000 يوسين يقول 66,000 يا زلمة. طلع أم السلاح عشان أطوره. يخرب بيتك جورج. كمان مين. لا طيب لبسه. طيب رحب بالشتاء. خلنا نفتح اللي على اليسار هذه العجلات نشوف. بخلص 18,000 يوسي ولا طلع لي شيء. كمان مين. اما القطع خذ ولد. ما ابغى اشتري السلاح من المتجر. ما ابغى اشتري من المتجر. لا اله الا الله. اخي علقت. رحب بالبقعة. النت بدا النت يضرب. رحب بالشتاء. او ماي جاد كم صار عندي قطعة. خلني اروح المتجر. وين المتجر؟ هنا. 600 يا اخي. بدل ما اشتري بك لاني بشتري ماتيريال بشتري اشياء مهمة. السلاح. رحب بالشتاء. ألقاها من النت ولا الحظ تزق. يا رب يا الله. فرضي طلعني ميثك. خلني اسوي سكيب. بضرب 10,000 هنا و10,000 هنا. يا رب يطلع ميثك يا رب. مسيكاتو. اتوقع قناع الملكة. ميثك عشان اضرب هناك. العجلة هذيك تغار من العجلة. لا تطلع. لا تدبل لي. لا تدبل. طلع لي شيء جديد. رحب بالشتاء زيط. يا رب ميثك. كمان مين. ما بسوي جزء ثاني. 58,000 يوسي وجع. لا تدبل. غطاء رأس الملكة. وش اللي طلع لي هنا؟ خلني اشوف. طلع لي الغطاء هذا والقناع هذا وغطاء الرأس هذا. باقي لي النظارة هذه ولبستين ميثيك والإي كيم. الإي كيم إذا مو كل مسج ما يهمني. كومان جورج. رحب بالشتاء زيط. أخيرا كم وصلنا ميثيك يا إخوان؟ والله لازم أراجع مع المخرج وراجع معكم كم وصلت ميثيك. فاينالي. يلا الآن أبغى الحساب يكون فانتاستيك مرة. واو يلا هجيب بي كيسي. طلع لي اللي ترى هناك ميثيك. طلع لي ميثيك فاينالي. والله مزكم ها حلقي. أي أخيرا الترقية. عندي 203 بخاخ. رقينا السلاح. بدنا ارتقى بالمستوى شكل متقدم. بعدين ارتقى لكل مسج. اوه نايس. اها بعدين القلادة الحلي. طيب المفروض اني اقدر اسوي سكيب. انا مو ملزم. الشكل النهائي. بعدين صندوق الغنائم. هاي لعبتي هذه. كيف اسوي؟ اروح للشوب واشتري بخاخات. 99 بخاخ. استفيد كل الاستفادة عشان باقي عندي ميثيك هناك. اهم شيء اطلعها بس. كيف اسوي الترقية الان؟ طيب والله لعن جد الماتيريال اللي عندي. الآن 32 بخاخ. كم يحتاج لي؟ 68 بخاخ. عندي طريقة أخرى نسيت يا إخوان. كيف أروح المعرض؟ يب الهدايا. أيوة جمع. لا مو هذه يا بقعة. بخاخات. نجمع كل البخاخات اللي عندي. والله عندي هدايا بالهبل. أها ونقول
رحب بالشتاء. احسب احسبوا عشان اللي يكتب اول واحد لها افضليه. هذه 15 نايس تمام. هذه طلعنا منها 15، باقي شيء خلنا نشوف هذه ما تم جمعه. اتوقع اني جمعتها كلها يا اخوان صح ولا لا؟ باقي لي واحد بس سكن وطلع البخاخ. طيب نروح الشوب المتجر المحلي ونشتري متفرقات، نشتري كل البخاخات. عندي بالاربي اشياء بالهبل، عندي هنا بشتري العشرة هذه حلو، وفرت على نفسي 25، اخذ 25. شوف هل بقدر اطوره في الماكس. والله هو ازعاج هذا يا سلام الارتقاء. تمام جايز الان البي كي سي في الماكس حلو. الله يزعجك يا شيخ وعندي مثك هنا. وين البي كي سي؟ اسال الام جي يا بي كي سي. خلاص صار عندي الان السلاح في الماكس تمام. باقي علي العجله اني انا اروح للمفيد واستفيد. عندي اللبسه هذه المثك طلعت تمام، خلني البسها الان عشان لا اضيع. حلو عندي اللبسه المثك هذه، باقي علي لبسه مثك. كم باقي لنا الان؟ 25000 يو سي. يا رب اني تطلع كلها. ببدا نقنق انقنق بالسكنات. يلا بسم الله. كمان جورج، كمان جورج، مثك يا رب. اوف اللي يطلع المثك الثاني. انا كذا وضعي فانتستك اليوم، اذا ما طلع الله يعين بشتري. طيب طلع لي القناع، هو يبغى زي ما تقولون. خليني افتح صناديق اللي عليه صار هنا، وش بيطلع لي؟ صندوق مجاني. طيب هنا باراشوت، واو ابى استخدمه اليوم في البث، ببث طبعا بعد الفيديو هذا مباشره. 90 قطعه ابى اجرب حظي، بحرك كل الشدات فيها. ان ما طلع لي مثك بشتري، ان طلع لي مثك بشتري باقي الاشياء اللي من العجله، ابى اطلعها كلها. يلا حظ المتابع الاسطوري. يو 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 حظ متابع نبياد، حظ متابع نبياد، ونقول رحب بالشتاء. يلا تستاهلوا. رحب بالشتاء، رحب بالشتاء. ليش ابو ياد يهمك تاخذ الميثيكات بس؟ طبعا عشان توصل اعلى لفل في الميثيكات في الانجازات السريع المهام الانجازات. لبسات الميثيك هذه، وين الميثيك هذا؟ اسلوب خرافي اخ، يا ليت يطلع لي اعرف كم. جبنا الاسلوب الخرافي، طبعا في اسلوب خرافي على 500 مثك، 500 مثك وصدقوني ما اقولها من فراغ، راح يكون شيء واو، راح يكون ساحه خلفك، راح يكون اطار جديد، وراح يكون هاشتاج نادر تحطه عندك باللوبي زي هذه، زي هذه الهاشتاجات اللي هنا تشوفون، راح يكون شيء فانتستك باذن الله، باذن واحد احد. دائما اوبن النسعة يكون حساب ابياد الافضل ويمثل السعوديه ويمثل متابعنا ابياد. وليتس جو نقول مثك يا رب مثك. خلاص هذه طلعت الان، هذه طلعت، ما الباقي من عندي في العجله كامله الا اللبسه المثك هذه فقط، هذه اللبسه. وتجنن بعد يا اخوان ملكه ايش الشتاء، ملكه الشتاء والله. ليتس جو يلا يلا يا ملكه الشتاء يلا. الله يخرب بيتك يا جورج، الله ينكبك يا نكبه. لا تطلع لي، لا تكرر لي يا بقعه، لا تكرر. طيب بدل لي اياها بدل القطع هذه اشتريها. رحب بالشتاء، رحب بالشتاء، رحب بالشتاء، دخيل الله رحب بالشتاء. كسرت حظ، كسر الله راس جورج. ون مور نقول موافق، نشيل السكيب ونقول بدون سكيب. يلا وربي طلعت، او ماي جاد. رحب بالشتاء على طريق ال 500 مثك ينطلق الان. خلني اروح المتجر. ايوه كل شيء عندي مملوك، الشنطه طانك على طول على طول، ما عندي وقت. موافق الله الاي كيم تعال. يلا يلا ما عندي وقت، يلا يلا خلاص موافق. خلاص طلعنا كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. كم باقي عندي قطعه؟ 29. يلا ها برميم، انا احتاج البرميم. وهنا واحد، يلا خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجع للعجله الاولى، عجله يا اخوان عندي 13000 يو سي. ايوه عندي صندوق هنا، 3 بواحد 3 بواحد يا اخوان، بدون سكيب نختم ام العجلات. ايوه اوه 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 غطاء بلوكي. ون مور، طبعا هذا الاجل ما فتحته وانا مسافر. خلينا نشوف فيها السكن هذا، بيض لغطاء الراس. اها اها هذه طلعت لنا الان مع اللبسه هذه شيء فانت. اوه في لكي، وي يلا يا ابوي. وي معقول اختم الصندوق؟ وي كمان مان
دخيل الله لبس اسطوري يا اخوان، غطاء الراس كله طلعته، هذه وهذه وهذه، واللبسه هذه طلعت، باقي اللبسه هذه وهذه. يا رب يا رب انت ربي، يلا اقسم بالله حتى لبسه مو شايفه طلعت. اه اللبسه هذه طلعت، لبسه هذه طلعت ولا لا؟ يب باقي لبسه واحده، لبسه واحده اللي هي هذه، هذه بس، هاي بس، اذا طلعت هذه خلاص خدت من الصندوق. جورج كمان موافق، خلينا نشوف صندوق اللكي. اوه الحظ عندي عالي يا خير والله. بس خلاص السلام عليكم، طلعنا العجله هذه بالكامل، خلاص العجله هذه خدتها من السكنات اللي فيها. وش باقي علينا؟ صندوق البي كي سي بس، باقي فيه سكن اذا ما طلع شريناه مباشره. يلا 4000 يو سي باقي، هذه اللبسه يا اخوان هذه بس، والله اني اتجنن. خلينا نشوف، يب مملوك واحد، لا هذا اللبسه باقي، وهنا مملوك اثنين، اصلا هذا طالع من قبل، هذا طالع مملوك سبعه، وجع جع لك الوجع الله ينكب. يلا بس باقي اللبسه هذه، دخيل الله الحمراء. 4000 يو سي، 3000 يو سي، طلعت الحين يا مريض. يلا بس اللبسه هذه يا اخوان، لا 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 اللبسه الحمراء. يلا جورج دخيل الله، 400 خلص اليو سي، شكلي بشتريها من جوا المتجر يا اخوان. وان مور وان مور وان مور، مره اخرى ماتيريال بخاخات، لا ما عاد يكفي خلاص. روح المتجر 400، عندي اللبسه على اليسار مو شايفينها ب 300، عندي 200 الطاوه، لا بشتري اللبسه خلاص موافق. باقي علي الطاوه يا اخوان، بشوف اذا عندي فيديو من الفيديوهات ما طلع لي كل شيء، شوفوا كميه السكنات اللي طلعناها اليوم، من ميثيكات من بي كي سي من غطاء راس. لا هذا يضبط معه، هذا ملكة الشتاء خلاص الوضع. دقيقة هذه يبغى لها انفور ثلجي، طبعا حطينا البي كي سي بالجيم راح يكون موجود، هذه يبغى لها انفور ثلجي يا اخوان بالله كيف الطقم. لا باقي شنطة يا اخوان، والله بديت اضيع حتى مكان الشنطة. هذه الشنطة ابسولوتلي هذه ما يحتاج، خلاص بكذا ختمنا ام البكجات وام العجلات وام البقعة كلها. انتظرونا بفيديو ثاني باذن الله، راح تنزل ان شاء الله اليوم او بكرة، راح ينزل صندوق كلاسيك، لا تنزون تنزون. رحب بالشتاء، هذه انحسبت بعدها ما راح تنحسب، احسبوا لي كم قلتها مره، اكتبوا لي بكومنتات، وفالكم التوفيق ان شاء الله، وتكسبوا معنا 100 دولار. شوفكم فيديو ثاني، ارجوكم ثم ارجوكم ارجوكم اقوى تفاعل بتويتر، وعد مني على خشمي اذا وصلنا 40000 راح يكون سحب على 100 دولار، 50000 سحب على 100 دولار غير اليوتيوب، و 60000 سحب على 100 دولار اذا وصلنا 100000، وعد مني بعد ما يتوثق حساب ابو اياد ايفون وايباد، وفال الجميع التوفيق. نشوفكم فيديو ثاني، I love you everybody. See you.